طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. اليوم نريد نتحدث عن قضية النازحين، هذه القضية المستمرة منذ سنوات، هناك مئات الآلاف لم يعودوا إلى مناطقهم، إلى مدنهم، إلى محافظاتهم، إلى منازلهم بسبب ظروف عدة سوف نتحدث عنها، وهي معروفة طبعا للعراقيين وخاصة للنازحين، منها عدم السماح لعودتهم من قبل السلطات الحكومية والميليشيات، منها عدم إعادة الإعمار لمدنهم ولمناطقهم ولمنازلهم. الأعداد تصل تقريبا إلى 2 مليون نازح في داخل العراق فقط، بعد ما كان العدد يوصل إلى حوالي 6 مليون نازح، هذا بحسب تقارير دولية وبحسب تقارير منظمات الأمم المتحدة. إذا جينا تحدثنا عن تقارير المنظمات الدولية، ومن ضمنها تقرير للصليب الأحمر الذي تحدث في نهاية العام الماضي 2019، وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال زيارة له استغرقت عدة أيام في العراق، شملت الموصل وبغداد وأربيل، زار فيها مخيمات النازحين، قال بأن إعادة بناء النسيج الاجتماعي العراقي هو حجر الزاوية لضمان تجاوز ما حمله الماضي من عنف، وهذا الأمر لم تقم به السلطات الحكومية من إعادة النازحين إلى منازلهم، وهي فقط تتحدث عن موضوع المصالحة وموضوع يعني إعادة الثقة لدى المواطن، ولكن على الأرض الأمر مختلف تماما. رئيس اللجنة وهو السيد بيتر قال، وهو رئيس اللجنة الدولية، يعني سلط الضوء على التحديات الجسيمة التي لا تزال تواجهها المجتمعات في جميع أرجاء العراق، بما في ذلك الحقيقة المتمثلة، قال بأن هناك 1,800,000 نازح ما زالوا في المخيمات داخل العراق لم يعودوا إلى مناطقهم، وأشار بعد مرور أكثر من سنة، يعني يقصد في العام الماضي هذا التقرير، يعني تقريبا صار لأكثر من سنتين، عن انتهاء العمليات القتالية، يقصد حيث يعيش ما يقرب من شخص واحد من كل 3 أشخاص في المخيمات. أضاف بأن حجم الدمار في العراق لا يزال صادما، لكن ما لا يبدو واضحا للعيان بنفس القدر ما يخلفه من آثار اجتماعية بالغة تضرب بجذورها في أعماق العراق اليوم. تابع إذا كان للعراق أن تعود إلى النهوض إلى قدميها من جديد، فمن الواجب على المجتمع أن يتحرك نحو المصالحة وفي إطار تلك العملية ضمان عمليات العودة الطوعية والآمنة دون تمييز لجميع النازحين العراقيين الذين تحدوهم آمال العودة إلى ديارهم. أضاف رئيس لجنة الصليب الأحمر أنه لابد من تهيئة الظروف لعودة النازحين إلى ديارهم، وشدد على استمرار الاحتياجات الإنسانية الكبيرة للسكان عامة. أكد أنه لا يمكن التعجل في عملية العودة، وأضاف بأن السكان بحاجة إلى السكن اللائق، الخدمات الأساسية اللي تشمل توفير مياه الشرب، الرعاية الصحية، بالإضافة إلى إتاحة فرص كسب العيش وتوفير الأمن وإزالة الذخائر غير المنفجرة. نعم، معنا اتصال سمر من الموصل، تفضلي سمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح كريم علينا وعليك إن شاء الله. تفضلي سمر. أنا عمي محتقل. نعم. من الناصرية. بالناصرية. أنا طالب من الأصل العام. نعم. صار لك كم سنة معتقل سمر؟ قال 4 سنين. 4 سنوات. نعم. من اللي اعتقل؟ الحكومة. نعم. إيش قد انحكم؟
سنين. 10 سنوات. نعم. مواليد 2003. مواليد 2003. يعني من أخذوه كان عمره 13 14 15، كان عمره 14 15 سنة تقريبا، مو لو 14 يعني طفل. زين زرتوه بالسجن؟ موجود. آخر مرة شفتوه بالسجن شو وقت؟ قبل أربعة أشهر. شلون وضعه بالسجن سمر؟ والله زين. إيه؟ شو يقول ما يقول؟ والله عايشين. نعم. زين من حكم القاضي 10 سنوات، شنو التهمة مالته وهو طفل عمره 14 سنة؟ إرهاب. 14 سنة إرهاب. نعم. اتفق عليها بخمس سنين. زين. تمام. زين ما وكلتوا لمحامي؟ ها سمر؟ تسمعيني؟ نعم سمر. سمر طفلة من الموصل تتحدث عن عمها الطفل الآخر، يعني هو مواليد 2003، تم اعتقاله بتهمة الإرهاب قبل 4 سنوات، يعني كان عمره بالضبط 13 سنة. إذا بال 2016 هو مواليد 2003، عمره بالضبط 13 سنة تم، شلون يعني نحكم 10 سنوات طفل؟ والله ما أعرف، احنا بيا قانون ما ادري. نور من الموصل، تفضلي نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ عمر؟ يا اهلا وسهلا. احيي قناتكم وقناه الرافدين العظيمه. حياكم الله. اخوي احنا نطالب بالعفو العام من هذا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. اول شيء اي والله ابني معتقل صار له 4 سنين عن طريق المخبر السري وعن طريق التعذيب، قالوا له لازم تعترف، اذا ما تعترف نظل نعذب بيك. نعم. فقال يما انا اعترفت من وراء التعذيب، اعترفت وحكموه 15 سنه لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. ونطالب من طريق قناتكم الكريمه اني اطالب بحقوق الانسان، بالهيئة مال العلماء، بهذا برهم صالح رئيس الجمهورية، أن يطالبون بالعفو العام، هذا ضروري العفو العام، لازم أكون متاجين مظلومين لا حول ولا قوة لهم. وهي مال المرض هذا يا أخي الله يرضى عليكم. نعم. أي والله. إيش قد عمره ابنك؟ أي والله. إيش قد عمره؟ والله مواليد 96، وطالب مع المدرسة بالإعدادية. نعم. اي والله. الله يعينكم والله يفرج عن كل بريء. نور من الموصل كانت معنا. ام احمد من الموصل كذلك، تفضلي ام احمد. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. والله احنا نطالب بالعفو. نعم. هو. الو. نعم اسمعك. انا ام احمد من الموصل. يا اهلا وسهلا. والله احنا نطالب بالعفو العام. نعم. أسمعك. نعم تفضلي كملي، بس شوية ابعد الطفل عنك الله يخليكي حتى يكون صوتك واضح. العام. نعم. أطالب بالعفو العام على يعني خذوا ابني من المواصل كل شيء ما عنده. إيش قد عمره؟ مواليد 2001. نعم. شو وقت اعتقلوا؟ والله 2017 الشهر الرابع 2017. من رجعتوا للموصل له بالمخيم اعتقلوا؟ لا لا بالمواصل، حتى يعني احنا بجانب الايسر يعني بالسيطره مال تكييف. اي والله. ومن الشتل والتعذيب اعترف، يعني اعترف رايح 4 ايام وحكموه 5 سنوات، والله انحكم ظلم. ايش قد حكم القاضي؟ حكموا 5 سنوات. تهمه ارهاب؟ ايوه.
ايتهم ارهاب واسعا يعني يقولون يعني فراش شرطي يعني فراش شرطي يحمي لوله. ايوه لو نطالب الاعلام يعني وابني الله حرام خذوه قبل شهر يعني هم يعني كل شيء ما عنده يعني بالخامس ادبي يعني كل شيء ما عنده هم يعني لا رايح لا شيء وهم تهمه وراح لحد الان يعني بالفيصليات. ها بالموصل يعني؟ اي بالموصل. صار لك من 2017 يعني كملت 3 سنوات مو محكوميه؟ اي كملت 3 سنوات. اي كملت 3 سنوات ويعني 3 سنوات وشهر وهذا الشهر الخامس يعني بالشهر الثاني يعني بسنه الرابعه. بقاله سنتين. اي والله عاد ما يعني افراش شرطه يعني يشملوا الولاء. نعم. الو معاش ام احمد. ها وياش تفضلي. يعني افراش شرطي يشملوا ولا ما دا افهم عليك شلون يعني افراش شرطي يشملوا ولا يعني يشملوا افراش شرطي يعني هو بعد له شهرين اذا شملوا افراش شرطي يعني بعد له شهرين يعني اربعه بشهر الثامن يعني يخلص افراش شرطي اذا شملوا. والله ان شاء الله ربنا يفرج عن كل بريء واحنا بدنا نتحدث عن هذا الموضوع وموضوع النازحين وما اعرف يعني إيه. الجماعه مدى يسمعون الظاهر عندهم مشكله بالسمع السلطات الحكوميه. اخويا نطالب احنا نتكلم طبعا ام احمد خليها ببالك احنا دائما ناكد على موضوع الابرياء اللي ما عليهم تهمه الابرياء اللي راحوا بهذه السنوات بسبب الاوضاع اللي صارت بالعراق هذا اللي نتحدث إيه عنه. صحيح. نعم والتقارير الدولية والسياسيين كثير منهم يتحدثون ومن البرلمانيين بأن هناك العدد الأكبر في السجون خاصة في السنوات الأخيرة هم من الأبرياء. أنا أشكرك أم أحمد من الموصل. شكرا. احنا نطالب بالعفو العام. نعم. نريد العفو العام للأبرياء. نعم الله يفرج عن كل بريء. أم أحمد من الموصل كانت معنا. أم محمد من بغداد تفضلي. أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. انا والده الشهيدين محمد حبيب عباس السادة اول شهيد بالمظاهرات. يا اهلا وسهلا بك. وكان شهيد حسين حبيب عباس بالحج الشعبي مواليد 99. نعم. استشهد بسنه 2017 الزغير استشهد ب 2017 ومحمد استشهد اول واحد اللي وقع بالمظاهرات. الله يرحمهم ويعوضهم الجنه ويا ربي صبرك. الله يرحم كل شهيد من العراق. نعم. يا يمه مظلومي يا استاذ عمر استاذ ما ودي ولا غير. لا حول ولا قوه الا بالله. استاذ عمر وليد الجنه. نعم. والله ليحسن حالي تبكي علي والله العظيم. اي واحد يشوفني هسه يبكي علي استاذ عمر. نعم. ما بي حي بعد بس هو هذا الوحيد وراح يطالب بحق اخوه. نعم. قالوا له على تعيين بكى على اخوه. وسوى المعامله صدقني ثاني يوم العباد وقفها. نعم. تسمع الاستاذ عمر؟ اسمعش. ايه شوف مظالم هالشهداء الحج الشعب احنا ما منتمين لا الحزب ولا منتمين لاي احد. من سمين الله والوطن استاذ عمر. ونعم بالله. زين ام محمد هسه ابنك شنو وضعه؟ يعني قاعد ما يشتغل؟ لا استشهد؟ لا الثالث انا ما اقصد. انت قلتي لي قاعد ما عنده ساعه. ها بس الاثنين عندك؟ هم الاثنين واستشهد واثنين استاذ عمر. لا حول ولا قوه الا بالله. ما عنده بعد احد. صدقني استاذ عمر. إن الوطن ما عنده شيء، انا صيت الوطن اثنين. اي اثنينهم. لا حول ولا قوه الا بالله. اي اثنينهم. انا صيت الوطن بس قل استاذ عمر الوطن شو طالعين؟ نازحين، مهجرين، طائفيه، تكتلت ولد، بس اريد اعرف السبب اللي انكتل به ابنه هاي الشباب اللي بالمظاهره. شو مسوي؟ لا اله الا الله. بس قل استاذ عمر شو مسوي؟ نعم طالب بحق اخوه. طالب بحق وطن يا ناس يا عالم بحق وطن ما طالب ازيد من عده ظل عده بس البنات ومريضات صدقنا حتى بيت ما عندنا استاذ عمر. نعم. وانا متابع قناتكم انتم الوحيدين اللي متابعين المظاهرات
وحقوق الشهداء. أنا ما أريد شيء أستاذ عمر، أريد النصيحة أخبر عبد المهد، ما لا أريد حقوق ولا أريد فلوس، كل شيء ما أريد. أنا معلمة على الضيف أستاذ عمر، بس هل يرفعون معنا؟ نحن أمهات الشهداء، أريد حق دم ولدنا مثل ما أتحاكموا وغيرهم، أريدهم يتحاكمون أستاذ عمر. نعم. هاي اللي أريد أستاذ عمر، ما أريد غيره. حط عين بعين الله وقل حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. الله يبارك فيك. اقول له حسبي الله ونعم الوكيل على كل من قتل ولد. استاذ عمر خلوه وجهي خالي، والله محتاره، ابوه مريض عنده ذبحه وخواته مريضات، والله ما حد يجيب لنا الدواء، انا اروح بتكتك واروح حاطت لي قصه اتوجع عليها واروح. زين ام محمد، محمد والله بالشيعة. والله احنا عراقي يمكن احنا استاذ عمر، والله الظلم اللي وقع على الشيعه وقع على السنه، والظلم اللي وقع على السنه وقع على الشيعه، احنا كل احنا امه محمد ونعم بالله. ما عندنا فرق ترى، احنا الشعب ما عنده فرق، صدقني ماكو فرق بين الشعب، كل احنا اخوه، والعراق للكل مو الواحد. ومن طلعوا ترى ولدنا، من طلعوا ما طلعوا على طائفيه ولا طلعوا على شيء، لا طلعوا الحق الشعب العراقي كله اللي صار 17 سنه تفلش ما انبنى مشروع واحد استاذ عمر. نعم. وانا اشكرك ابني. والله بس قبل ما تروحين ام محمد، الله يخليك. الله يخليك، قبل ما تروحين اريد اسالك. ان شاء الله ويصفر قناه هاي اللي الله يسلمك. الله يسلمك، والله يصبرك، الله يعينك. اشكرك. ام محمد اريد اسالك قبل ما تروحين، ام محمد ممكن اسالك؟ مستحقات ابنك الله يرحمه اللي كان بالحشد دعت تستلموها كراتب؟ لا بس الراتب، بعد كل شيء معكم، بس طرق الراتب، يعني ما اعطاكم فد شيء مبلغ تعويضي؟ لا بس طرق الراتب، لا بس الراتب. وعلى الله يرحم الشهيد في التظاهرات؟ لا كل شيء معكم. نعم كل شيء معكم استاذ عمر، ما حد جانا ولا حد اقربنا. وصدقني استاذ عمر يقولون اللي شو اسمه لجنه وطلعت على هذول تسوي لهم التقاعد، ترى بس اعلام صدقني. لا حول ولا قوه الا بالله، بس اعلام ماكو ترى كذب، لا حد جانا ولا حد اقربنا صدقني. نعم حاطين عيننا بعين الله، هو اللي ياخذ ثارهم استاذ عمر. نعم وان شاء الله انتم في صوت الحق، الله صوت الحق عالي يعلى، ما يعلى على صوت الحق، والشمس ما تغيب استاذ عمر. أحسنت. لازم لهم يوم يتحاسبون بي قدام، نعم نعم، قدام الشعب قبل رب العالمين. اكيد اكيد. وانا اشكرك هواي استاذ عمر وممنونه لك. انا اشكرك، الله يعني والله الله يحفظك، يعني يعجز تعبيري انه شلون اردك على الله يعينك والله يعطيك الصبر، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. الحمد لله يا ابني، الحمد لله، الحمد لله. احسنت يا احسنت، ما شاء الله عليك، مشكور ما شاء الله عليك، الله يسلمك، الله يسلمك ام محمد. انا اشكرك، يعني والله تعجز الكلمات عن التعبير عن ام محمد، يعني اعطت ولدها اثنيناتهم هم الوحيدين لها عدا البنات الله يحفظهم، يعني واحد استشهد ب 2017 وواحد في التظاهرات كذلك استشهد، تقول انا اعطيتها للوطن، ما رايده شيء، اريد فقط محاكمه عادل عبد المهدي، وهذا ابسط حق. ان شاء الله شوفيهم يا ام محمد يتحاكمون ان شاء الله، شوفي كل من تسبب باراقه دماء العراقيين يتحاكم، شوفيهم ان شاء الله عاجل غير عاجل ان شاء الله. ياسر من الموصل، تفضل ياسر. ابو ياسر مساء الخير. اهلا، مساء النور، تفضل ابو ياسر. تحياتي لك استاذ عمر وتحياتي لكادر الاذاعه. اهلا وسهلا بك. بالنسبة للوضع العراقي الموجود حاليا، يعني احنا ما جاي نفهم ايش جاي يصير بالضبط، يعني مجرد غابة والحكام بها كلهم دولهم كل العراق وقلبهم مع العراق، وهناك ضمائر حية، ما يحصل الشيء اللي جاي يصير بالعراق حاليا. نعم استاذ عمر، آلاف من أبناء الموصل كلهم أحداث من الألفين وانت طالع، يعني تغيبت بالسجن، اللي انحكم 15 سنة واللي انحكم 20 سنة واللي انحكم، ناس برغت ما بغت بيها بس النسوان. نعم. ولا عاد يعني ينطيك مثال، حتى اللي يطلع من المعتقل يحصل على كتاب إفراج، اكو جهات ثانية تجي تاخذ هذا الشخص. ما تعترف بهذا الكتاب او نعم كتاب. نعم قبل كم يوم ابو ياسر، يعني احد الاخوات اتصلت قالت ابني
ابن اعتقلوه بال 2017 ظل كم يوم وبعدين طلعوه افراج ما عنده شيء. قالت ورا سنتين اجوا تم اعتقاله وانحكم ما ادري ايش قد 15 او 20 سنه بالضبط. نعم بالضبط. والله استاذ عمر حالات كثيره من هاي الحالات في غنى عن حالات النصب من قبل يعني المسؤولين العسكريين وحالات النصب والاحتيال من قبل الموجودين بالسجون. ابوكم يريد كذا مبلغ وابنكم يريد كذا مبلغ. وبالذات يعني السجون اللي موجوده ببغداد يعني مسموح بس للنساء تواجه النزيل الموجود بالسجن. بس انا متعجب الحوانيت اللي موجوده داخل السجون هاي. التمويل مال علما يروح الاف مؤلفه من الدنانير العراقيه جاي تنفق على هذه السجون. وابننا كلها راحت تغيبت يا استاذ عمراني. واحد من الناس يعني عندي اخويا مواليد 97 حكم 20 سنه. واكو ناس يعني مواليد 2000 و2001 و2002 كلهم 15 20. نعم. وما جينا نعرف شلون يعني مصير هذا العراق شلون، مصير هاي المعتقلين شلون. ايش كامرنا لله عز وجل. ونعم بالله. يعني ما نقدر نقول الا ان الله وانا اليه راجعون على هذه المصائب اللي اذا نشوفها واللي اذا نسمعها في العراق. نقول لو كان اكو حكومه عندها ضمائر حيه يعني تنظر بوضع عين الناس. نعم. احنا نناشد ونناشد ونناشد عبر قناتكم وقنوات كثيره بس ما نلقى اذان صافيه. نعم. نفوض امرنا الى الله ونعم بالله. ونعم بالله. احسنت. ونعم بالله. الله يبارك فيك. انا اشكرك ابو ياسر الموصل كان معنا. ام كرار من بغداد تفضلي. ام كرار. ام كرار تسمعيني تفضلي. اي اهلا وسهلا بيك. يا اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك عيوني؟ الله يسلمك ويخليك. انا عندي سجل. انا متابعه قناتكم من زمان. قناتكم قناه المظلوم وانا متابعتها من زمان. اتصل بك كم ما احصلكم. نعم اختي تفضلي. انا عندي سجين. عندي سجين ومواليده 97. جا من المدرسه لقى طفل يبكي سلمه للسيطره. السيطره قالوا له وين لقيته؟ قال خطفني. راحوا لاهل الولد اخذوا لاهل الولد قالوا هذا ابنكم هذا الولد ابنكم يقول خاطفه وهذا الولد يقول من المدرسه رجع ولد انت. فقالوا والله خطفه صحيح خطفه فسلموه لمكافحه الاجرام. مكافحه الاجرام هو طفل مكافحه الاجرام علقوت علق قال للضابط اعطيني احترافات وانا اعوفك. هذا الحكي بياسر او مكرر صار؟ من 2016. 2016 نعم استاذ. 2013 استاذ. نعم اي استاذ. قال لي انا خطفته. قال لي بعد اعطيني اياها خطفته. ابن جوارينا يعرف ابن جوارينا. قال له هذا فلان ابن فلان همين خطفته. فمن رحنا قال له سوى انت؟ قال له بابا ما تدري تسوى ويا بابا. قال له علقوني يكسروا ايدي. قال له هاي لوية العقرب ما ادري شو يسمونه الراس تسوي بيدار. قال له اعطيني احترافات وانا اعرفه. لا حول ولا قوة الا بالله. الانسان مطي احترافات على نفسه. لما راح والده لقى اسم ابن جوارينا قال له تعال لي تنازل عنه. راح ذاك الرجال قال عمي انا راح عمي بس نازل عنه. نعم زين. ام كرار اريد اسال السؤال سؤال. نعم اريد اسال السؤال جوهري. بالتحقيق ما اثبتوا انه هو بذاك اليوم كان مداوم بالمدرسه؟ استاذ رحنا قالوا احنا ايش مدرينا المدرسه. كان مداوم بالمدرسه بذاك اليوم هو ابنك؟ كان مداوم؟ ماشي. شلون اذا هو خاطفه يروح بايده يسلمه للسيطره؟ يعني ما معقوله. مو والله يا استاذ يقول انا متندم على اللي في اللي اشتريته لي. يقول انا متندم على كل اشتريته لي يا استاذ. والحكومه القاضي 30 سنه. ايش قد؟ 30 سنه. 30 سنه. ابنك عمره 17 مو 18. نعم أستاذ
يعني بوقتها كان ابنك عمره 17 18 سنه مو؟ 17 سنة. حكم القاضي 30 سنة. لو عندنا مكاني 30 سنة، لو عندنا مكاني يا أستاذ، مطينا شدات رحنا للتمييز. يابا ما يزولنا الولد، ولد حدث صغير، تنازلوا عنه. قالوا والله طول شدتين ما أدري ما أعرف شنو شدتين، توني يلا عرفناها شنو شدتين أستاذ. نعم. يلا عود ننزل من الحكم مال. منين نجيب؟ منين نجيب أستاذ؟ إذا والده يسرق بالسدوسة ولمن؟ هسوى سجن التاجي، هاي صار له 4 أشهر مجروح قلبي ما شايف نفس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويشغل السوسة ألمس والله أسلم يا أستاذ، ربع 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 لما يصير واجهه أوديه لميت الشهر ما يتأكل الأكل عليهم. تعلم جقاير يشرب منين ويا ما بعد لعافك هتزق بعدي السجن ورافك عال. نعم. زين ام كرار، الولد اللي مخطوف يعني، بس اسمحي لي، القاضي من حكمه ماشي القاضي من حكمه حكم على ولد مخطوف تم ارجاعه الى اهله، لو تم الساق تهم سابقه به، لان 30 سنه يعني مو هينه. ما بي الولد، كل شيء ما بي. اي والله يا استاذ، والله وحق هذا شهر الطاعه بالغفره، والله يا استاذ شم ابي الولد ساكي. نعم. هاي شغلتهم استاذ، فصول يردون، فصول يردون، هذا يعني بعد هاي صارت ملة العالم، فصول يردون. واحنا نرجو من قناتكم توصل حق المظلوم وصوتنا، اولكم من الكاظمي مصطفى الكاظمي اللي ضعفوا عام، ومو بس لابني، هواية برياء، يما يقول هواية برياء وياك. أم كرار، يا محكمة اللي حكمت على ابنك 30 سنة، والله تقدرين تقولين لنا يا محكمة؟ محكمة الساعة. نعم نعم، محكمة الساعة. اي والله محكمة الساعة. الله يعينك، الله يعينك، الله يصبرك، الله يفرج عن كل بريء. والله عالية يا أستاذ، بدو العين، والله نطلب من قناتكم العفو العام، الكل مسجون مظلوم. نعم طبعا، دائما احنا نطالب والله يوم كرار انه العفو العام على المظلومين. أيوة والله. على الابرياء. نعم الله يعينك، الله يسامحك يا استاذ، يستر على هاي القناه. الله يسلمك، الله يستر عليك. شوفها دائما عاليه على كل قنواتي والله، لان هي هاي تابعتها. انا ما نام، اظل ابو علي ابكي، النسوان تبكي، اريد احصل ما اقدر احصلك. الله يسلمك ويخليك ويحفظك، وان شاء الله يا رب يا رب تسمعين الاخبار، اخبار طيبه يا رب عن ابنك يا رب. اني اشكرك ام كرار من بغداد، وقصه ماساويه اخرى من قصص العراق المؤلمه التي لا تنتهي مع الاسف. ام فارس من سامرة، تفضلي ام فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. بعيد ابني 2017 خذوه. نعم. وخذوه وقال لي بمحكمة ال بلا شو اسمه بالمطار، وحد زوجته عليه. نعم. نصي التلفزيون واحكي على راحتك. ايه. التلفزيون. نعم. وحد زوجته عليه. وقالوا لها بابا 4 قبالة جراءة بالمطار، وراح تزوجت عليها وقالوا لها ما موجود بعد ما جاي، واليوم هو الوحيد لي وهو اثنين، وهالوقت هذا باجي وعنده بنات، خلفته بنات، وحالي فجنة، وليش ما يسوون العفو العام؟ عينوه يطلعون الابرياء. نعم. ام فارس، بال 2017 من اللي اعتقل لابنك؟ جيش، شرطه، حشد، منو؟ والله يا اخي جتنا جيونا بالليل واحنا نسوان، وقلت لي شو تبي من مكان، اريد للمختار ورجعك يا سيارات سود، يقولون السرايا. وراح وما شفتي من وراها؟ لا حد بعد ما ادري بي، وقالوا لي جاني خبر اكو جماعه بس يجون، اهلهم شايفينهم، وما في لي خبر. قالوا فارس
بالمطار وباب اربعه قبال الزراعه وراحت زوجته وما انطوها نجاه هذول العلبان. نعم. الله يعينك، الله يعينك. انا مره هو على الواحد لي وهو ابوه راح بحرب ايران وظلت قاعد عليه وعنده خمسه بنات وانا قاعده بادر وحالي كذي بالمعده ولدي شلون حالته واكو بنات وما ابي يريد عفو العام مصطفى كاظم بس يسوي لنا حل يطلعنا اياهم. نعم. يعني ابنك هسه باعداد المفقودين المغيبين ما تعرفين عنه اي شيء. ما عرفت ان انتي وابن اختي، ابن اختي هم شالوا وياه، هم اسمي قحطان هم شالوا وياه وما ندري بيهم، انتي واختي ثلاثه وليدها مغيبين ما تدري بيهم وين، وهم هم قاعده باجار. يعني انا اقول لك شو احكي لك، ما ادري، اريد بس الحكومه تسوي لنا حل. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يعينك والله يفرج عن كل بري يا رب. أنا أشكرك أم فارس من سامرة، أنا أشكرك أم فارس من سامرة، ابنها مفقود من 2017 ما تعرف عنه أي شيء. أبو ياسين من ديالة، تفضل أبو ياسين. حياك الله أخي عمر. أهلا وسهلا بك، حياك الله. أخو عمر الوحدات المتفرقة اللي هنا وهنا بجنحة مدنية هذه لا بس، لكن آلاف مؤلفة مغيبة خطفوهم الحشد والجيش واللي ذبحوه ذبحوه واللي ما ادري وين ودوه واللي ما ادري ودوه. العبادي انت هذا الشيء يقول عندنا بس 2 طيب شلون تصرف هاي النفقات مال هاي الناس المغيبه؟ ما عندك السجلات مال ارزاقهم وسكناهم؟ كلها بيد الحشد وبيد هذا العامل وبيد الخزعلي وبيد مقتدى الصدر، هاي الميليشيات القذره بيدها سجون سريه. لان انا بس هذول السياسيين السنه اللي يمثلون هاي المعارضات اللي دول قد تواب لكم شو تروحون تشحون يوم تستعدون يوم خلوا ايدكم بيدهم الاف مغيبه ماكو ما لها وجود مخلينا عساكم عشان قدرهم مثل حقول دواجن تاخذون يذبحون يصلحون شو قد ما يشتهون يعني على هذا اللي وين راح توصلون هذا البلد هاي الناس المغيبه هاي السجون ما لها الا واحد يشوفها بس احنا هسه الناس من ناشد حكومه لو ناشد الامم المتحده لو ناشد بلوى السوداء امريكا اللي جابت لنا هاي القتالات اللي تصرف على العراقيين اخي عمر اليوم اصبحت بورصه المهجرين والسجناء ارزاق يصرفونهم دينار ياخذون 30 دينار والمهجرين كذلك هاي مال بيد مال المهجرين هذا عايشين بيها اليوم صار لهم كم سنه من 2014 واليوم اكو تستمر مستفادين مستثمرين ماكو رقيب ولا كمسؤول اخي عمر اذا قلنا حكومه بحق على نفسنا الاوامر كلها بيد الميليشيات هسه هو الكاظمي من الناس الناجده هو صح مر بهاي الكابينه مالته لكن نعم. هو مثل ما هو حاوية مسبات لانه المشات فوق راسه هو ما يقدر يقدم له اكل المشات يتكفوا هاي المشات اللي بتقطع هاي العالم معوضات كلها سلموها ولو بتجوا على 9 معوضات جنوب ووسط شنو حجتكم عن داعي؟ مو هذا كافي نعم. كافي اللي وين راح تطول البلد انت جيتوا هنا الله جابكم علينا ما تسوى حظنا جابنا جابكم علينا اللي وين راح توصلون البلد تتبعون هاي الشباب الحلوه 12 سنه و14 سنه يحكم اربع ارهاب بعد هاي العمر 55 سنه ايش تحكموني؟ اخي مو اكو مصيبه عمر احنا والله المكون على راس مو غير مكون لكن المكون الشيعي خادع القانون المكون السني اربع ارهاب ما له شفاعه يعني هسه الناس اللي تطالب بالعفو العام وليس عفو عام هم كلهم ناس ابرياء يا طيب اللي ذولا خطفتوهم من 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 جهه داعش انزلوا من داعش اجوا عليكم رفعوا الرايات على مطلب العبادي قال ابقوا ببيوتكم وقال ارفعوا رايات بيت طلعوا وين وديتوهم؟ هذا العامل وغير هذا العامل وين هاي العالم؟ يعني المفروض انا اطالب بان اللي عندهم مغيبين واللي عندهم معتقلين يضحي ب 50,000 دينار ويسجل امام تحت التعذيب يبقى تحت التعذيب طالب عن ابنائهم يعني كافي ترى اذا ظلون هالشكل ما حد بحال ابنائكم ولا حد يطلعهم هم مستانسين هذا نعم جف الصلاه شوف الحيان اخذوا العالم ذبحوها ونهجروا ولو بس كل ايام كل دول بيت اخوان اطلعوا طالبوا وناموا بالشارع ناموا بالشارع امام الخضراء لازم تسوي صوت حل ابنائكم ناس كلها ابرياء تجوا تغصوا تبلع بالابرياء تجوا سرية ما حد يعرف حد الاسجد يعني هسه هاي الحكومه هاي القضاة هاي القضاة انت نفسكم حكمت الرئيس الراحل على موت قضيه الدجيه يعني اليوم هاي 700 800 خطه بتاع التاريخ من يحاسبهم؟ لو انتم متيسين
دوس عليكم املاءات خارجيه مو كافي. والقضاء هذا ذمه ضمير، لازم تحكمون بالعدل والاحسان. يعني هاي الناس الابرياء، هاي اللي تساوين جاي تعول على ابنائها، اللي كلها زي ما نقول كلها ثلاث اربع ابرياء، ليش هذا الظلم؟ ما هي هاي الميزانيه في الدوله، هاي الارزاق جاي تنير، هاي التجار جاي تاجر دم هاي العالم. حسبي الله ونعم الوكيل. ظلم ظلم في العراق مع الاسف، يعني ظلم كوارث مصايب. ظلم ظلم كل صوت الشعب، شعب كافي اطلعوا كافي. كافي من هذه اللي بعد ماكو. انت مستر هيات من الذله، والله ما قدرنا عيد الله. نعم، انا اشكرك ابو ياسين من دياله كان معنا. ام عامر من الموصل، تفضل يا ام عامر. ام عامر تسمعيني؟ يبدو ان هناك مشكله مع ام عامر من الموصل. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نقرأ رسالة واتساب، رسالة يقول فيها السلام عليكم، يقول أخي نطالب بالعفو العام، والله ملينا. يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، الله لا ينطيهم. يقول أخويا صار له 13 سنة في سجن الناصرية، يقول مشتاق لحال، يقول الله يفرج على جميع المعتقلين. رسالة يقول فيها سعد من السعودية، تحية للشعب العراقي الكريم، إرادتكم هي إرادة الشعوب العربية، أنتم أهل العزة والكرامة. سعد من السعودية. رسالة تقول فيها أحييك وحيي قناتكم، تقول أظل أطالب بحقوق العراقيين. أخي هاي المشاكل اللي تصير بالعراق كلها بديالة وصلاح الدين، كلها سببها أمريكا وإيران، سبب كل المشاكل. صدقني إحنا عندنا أولادنا معتقلين بالسجون، أغلبهم مظلومين. رسالة يقول فيها السلام عليكم، السبب الرئيسي الحكومات المتعاقبة على العراق والميليشيات المسلحة، وعلى رئيس الحكومة المكلف أن يقوم بإعادة النازحين. رسالة يقول فيها السلام عليكم، أشكر قناة الرافدين اللي تسمع صوت المظلومين، نطالب الحكومة ومصطفى الكاظمي بالإفراج عن المعتقلين والسجناء المظلومين، فرحوا أهلهم أمهاتهم أخوانهم قبل العيد، حسبي الله ونعم الوكيل، ابني انحكم 15 سنة وهو بريء كما تقول. معنا اتصال، رائد من ديالة، تفضل رائد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ام رائد بس على راسي. نعم تفضلي. اي احنا شو شرطة شلون شو شرطة حطالت احنا شرطة بيتمن يعني بيتمن يرجعون ما يرجعنا ها حكي شبيب وماكو حكي. انتو نازحين ام رائد؟ نازحين. اي نازحين. نعم اي نعم نعم. صار لكم كم سنة؟ شنو احنا صار لنا سنة وشوية، ست سنة وشوية. نعم. الحكومة كل حاجة كذب، ماكو كل كذب وبطالة كل كذب. الرجع وكل كذب ماكو حاجة. نعم. هنا زين. بس نصونا تلفزيون. صار لنا ست سنين وشوية، ست سنين نازحين. نعم. يعني أقول لك يعني ماكو حكومة. نعم. ما نطلع التلفزيون نحكي وياك ويا غيرك وكل كذب ماكو حكي. يعني
الرجال فين؟ يرجعون مناطقنا، شو مناطقنا؟ يعني كم يوم هذا الحار وهذا الصيف وهذا الشتاء والبرد؟ العشم بين المسؤولين المسؤولين شوية، يعني هو المسؤول يقبل عين لا تقبل برا، برا نازع المسؤول يقبل. نعم. مو كاذب كاذب كذب كاذب كذب. والله كاذب كذب بل أنا مش كذب. ليش هو المسؤول من هو كذاب؟ المسؤول والله كله كذب. الله يعينكم، الله يعينكم، ان شاء الله يا رب ترجع. الله يعين الف مره. بس يا اخي عيب يقول بنعطيك منصب وانتخبك انت كنت ولا شغل؟ نعم. بس عيب يا خالي، خلي يسالون النازحين عمي، عيب عيب قاطعات. احنا بلد نفطي، بلد خياري، بلد زراعي، كل احنا. نعم. يا اخوي سوي لنا حل حال، يعني شنو هو؟ ما يخالف انطونا لشو؟ انطونا لشو؟ لشو للدول؟ للدول طيب والله القران نطلع العراق مريده خرافي. لا لا مو حشا الامه واهل البيت كله موجوده حشاهم، بس انطونا لشو؟ خلنا نطلع برا خنولي. طولوا بالكم، يعني الله يعينكم، مصيبه والله مصيبه. انا اشكركم على راسي استاذ، على راسي. بس انت ما يخالف سوي لنا حل حال، يعني شوي نبقى برا. نعم شكرا 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 لكم، والله مأساة. واحنا اليوم يعني دائما نتحدث عن موضوع يعني النازحين ومعاناتهم المستمرة، يعني مع الأسف الحكومات يعني شغلتها تخلق أزمات ما تقدر تحلها، تفتح أزمة ما تقدر تسد هاي الأزمة بل تتفاقم هذه الأزمة. اجى حيدر العبادي قال لك راح نرجع النازحين، ما رجعوا النازحين بشكل كامل. اجى عادل عبد المهدي ما سوى شيء، قتل المتظاهرين. اجى مصطفى الكاظمي وما يعني صراحه لا تعقد الامال على هؤلاء، يعني لان جربناهم 17 سنه، لان القرار مو بيدهم، ما يقدرون ما يقدرون. جرف الصخر يطلع اياد علاوي يقول لك الامر بايد خامنئي، بايد خامنئي وحزب الله هم المتحكمين بجرف الصخر، يقولون ايه ترجع الناس، ما يقولون ايه ما ترجع الناس. هذا سياسي بالعراق قبل كم سنة حكاها امام شاشات التلفاز وكل الناس شافتها وسمعتها. ام عامر من الموصل تعاود الاتصال بنا، تفضل يا ام عامر. ام عامر، ام عامر تسمعيني؟ وعليكم السلام ورحمة الله. يا اخوي وياك. عليكم السلام على اخوي. يا هلا يا هلا، تفضلي تفضلي ام عامر، تفضلي يا عيني تسمعيني. وعليكم السلام. اسمعك تفضلي. تفضلي يا اخوي اسمعك. اسمعك اخوي اسمعك. تفضلي يا ابا. انا صار ابني من 2017 الاتحاديه ورد السريع اخذوه. نعم. وهاي من ذاك الوقت كل شيء ما اعرف عنه. وهاي زوجي وابني نوب هم رجعوا شو اسمه الاستخبارات هم اخذوهم، هاي صار 7 أشهر هم كل شيء ما اعرف عنهم. نعم زين. أيوة ابنك والله. اول واحد اللي اخذوه ما انحكم؟ ايه ما اعرف كل شيء عنه. ها ما تعرفين من اللي اخذه؟ ميت بس جيش. من تحررنا من اللي اخذه؟ جيش شرطه حشد من اللي اخذه؟ الاتحاديه ورد السريع. ها الشرطه الاتحاديه. تمام ورد السريع اخذوه. وذاك الوقت رحت على الناصريه على بغداد دقيت حاسبه ما لقيته. خبر على الصليب ماكو، كل شيء ما اعرف عنه. عندهم شيء ولدك ابنك عنده شيء؟ لا لا والله الله يسلمك. زين عاد ليش اعتقلوه؟ ليش اعتقلوه؟ والله العظيم من تحررنا يعني خلوه النسوان واحد والزلم واحد وخذوه بالسياره وكل شيء ما اعرف عنه. والله العظيم لا رايح لا جاي الله يشهد. يعني من طلعتوا انتم من الموصل اخذوه؟ من تحررنا اخذوه من ذاك الوقت كل شيء ما اعرف عنه. زين زوجك وابنك الثاني اللي اخذوه الاستخبارات ما رحتي انت مقر الاستخبارات؟ ما نعرف وينهم. ما سالتي ما عليهم وين. شنو كان ردهم؟ ما اعرف وين اروح اسال عليهم، ما عندي كل احد، ما ظل عندي كل احد، ما عندي حالتي فرد مره يعني تعبانه. نعم الله يعينك. ما ندري وينهم ما نعرف، قالوا لنا بالفيصليه. نعم والفيصليه تروح ما ينطون خبر. نعم اي والله
الله يعيني شو معبر، الله يعيني شو يعيني. جميل. وأنا بس ذاك الكبير يعني فرد مرة يعني لو بس يجيني خبر منه. نعم. أي هذا أبسط حق، حتى لو كان مجرم، حتى لو كان مجرم ها، هذا أبسط حق إنه يعرض أمام القضاء يتحاكم بشكل عادل. هذا أبسط شيء، حتى هو يعرف مصيره، هل يعرفون مصيره، هل هو مجرم، هل هو إرهابي. هاي مصيبة، مصيبة العراق. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. أنا أشكرك. نعم أنا أشكرك أم عامر، والله يفرج عن كل بريء. سعاد من الأنبار، عندنا دقيقة قبل ما نختم، تفضل سعاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا ولية يريد احنا هذول اهل الرزازة اللي اختطفوهم، هاي صار لهم 5 سنين ما بينت منهم اي نتيجة. وهاي ظناهم جايح بالشارع وبيوتهم ماضعة بعد قشها بيها والله التراب. ها؟ وخمس سنين ما يقولون هالبشر هذا عنده اهل، ما يقولون هاي عيالهم وين تروح، ايش تاكل، ايش تشرب، جايحة بالشارع، ما يصير هالشكل. وين هالحكومة؟ وينهم الكذابة؟ وينهم البوابة الحرامية؟ وينهم؟ بس بيهم باب، بس على الباب يركون. وهاي هاي الحكومة اللي عندنا هنا بالأنبار بالرمادي ولا ينتبهون ولا يقولون. والله أنا ذاكر خبرتكم، أتمنى تجون تشوفون، تجي قناتكم متصور وتشوف الشان نساوين داي حوية وجهاهينها، لا راتب ولا معيد ولا كل شيء ولا بيت. وحتى جاعدين البيت لو تشوفه ما تقعد بيه، يعني حاشا سامع الحيوانات. والله العظيم ومن يا أخي يشترون مين؟ يشترون دولة بالحكومة اللي بالطابو واللي بمحافظة، هم قام يشترون ببيوتهم. إيه ما يصير هذا العمل. نساوين بالشارع دايحة، والله العظيم بالشارع دايحة. زين أفتهم أكو بشر يأخذون أوادم ما يقولون لها هاي عندها أهل. زين ما يقدر مسؤول أو وزير أو رئيس جمهورية ما يقدر يشوفهم وين؟ نعم سعد. رئيس جمهورية. والله مع الأسف، مع الأسف. أنا أشكرك أم سعاد من الأنبار والله يعينكم، لكن أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.